السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا كيفية توقيع أي ملف سواء كان وورد أو بي دي اف بطريقة سهلة جدا جدا. زي ما أنتم شايفين هذه التوقيعة نبغى نوقعها على أي ملف سواء كان بي دي اف أو وورد. أول شيء تروح لقائمة للجوجل، تمام، تكتب بيجي، بعد ذلك تختار أول خيار، تمام، هذا كيف تحذف الخلفية حق التوقيع. زي ما أنتم شايفين هنا تعمل أبلود إيميج، تمام، تختار الصورة اللي أنت تبغاها، على طول هيحذف لك الخلفية بسهولة جدا. جاري التحميل، تم حذف الخلفية زي ما انتم شايفين، تمام. الحين كل ما عليك تقوم به تحميل الصورة. الحين زي ما انتم شايفين حملنا الصورة لهنا المراد التوقيع عليها، تمام. الحين نبغى نوقع في الوورد او البي دي اف. مثلا هذا ملف في الوورد، تمام، عندك نموذج رساله او اي شيء تبغى توقع هنا توقيع او اي شيء، كل ما عليك تروح الى القائمه انسرت، تختار الصور، تمام، تختار الصوره الذي بعدنا لها الخلفيه. شوف كيف جاءت. الحين علشان تردها مخفي خلف الكتابه بالزر الايمن تعمل وورد وورم تاست، تعمل بيهايند تيست، خلاص خلف النص. الحين تشيلها، توقع في المكان اللي تبغاه، تمام، تشوف التوقيع المناسب. الحين كيف نستخدمها؟ مثلا بالبي دي اف، تمام، البي دي اف مثلا نجي لهنا نعمل توقيع هنا. خلينا نوريكم هنا البي دي اف مثلا هنا فيل اند ساين، تمام، تجي من هنا ساين يور سيلف، تعمل اضافة توقيع. زي ما انتم شايفين تجي لعند الصورة هنا، تختار سيلكت ايميج، تختار الصورة المراد التوقيع عليها زي ما انتم شايفين، تعمل له ابلاي. بعد ما تعمل له ابلاي شوف التوقيع، تجيبه لعند مدير القناة، يعني هذا كمثال، تحط التوقيع حقك في المكان المراد، اي مكان، تمام، شفاف زي ما انتم شايفين.